تنفس روح السعودية، تنفس روح السعودية. تحية أصدقائي، وإلى تنفس روح السعودية. نروح إلى مدينة جدة، جدة التاريخية اللي تعرف محليا باسم جدة البلد. تقع في وسط مدينة جدة، ويعود تاريخها حسب بعض المصادر إلى عصور ما قبل الإسلام، وأن نقطة التحول في تاريخها كانت في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. طبعا تضم جدة التاريخية عدد من المعالم والمباني الأثرية والتراثية، مثل أثار سور جدة حارتها التاريخية، اللي هي طبعا حارة المظلوم وحارة الشام، حارة اليمن، حارة البحر. أيضا يوجد فيها كثير من المساجد التاريخية، مسجد عثمان بن عفان ومسجد الشافعي والباشا ومسجد عكاش والمعمار وجامع الحنفي، بالإضافة إلى الأسواق التاريخية طبعا الجميلة اللي الكل يستمتع بزيارتها والتواجد فيها. تطلق طبعا الهيئة السعودية للسياحة من 22 يونيو إلى 24 سبتمبر موسم صيف السعودية، اللي يهدف إلى إتاحة الفرصة للسعوديين والمقيمين بالسفر داخل المملكة بعد رفع حظر السفر داخليا. يقوم هذا الموسم بتوفير متنفس سياحي مناسب إلى جميع طبقات المجتمع عبر الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية اللي يغيب عنها منافسة سياحية خارجية. تقوم الحملة على 10 وجهات سياحية تتنوع فيها الأجواء المناخية وأيضا التضاريس، بالإضافة الطموح أن يكون التنافس بين الوجهات في الوجهات العشرة في توفير العروض المناسبة للسياح القاصدين، حتى يقوم الموسم بدوره في دعم المنشآت العاملة في قطاع السياحة، وتكون السياحة الداخلية هي سبب أساسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. يساعد أيضا هذا الموسم اللي ممتد لشهرين في طبعا توليد الفرصة الوظيفية في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي، ويمثل الموسم فرصة استثنائية هذا العام لجذب المواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا وتوقف الطيران الدولي وثقة المواطن والمقيم في نظام الصحي السعودي. نتمنى للجميع أن يستمتع ويتنفس السياحة السعودية، وإحنا ما زلنا معكم أصدقائي عبر أثير إذاعة MBC FM، فخليكم معنا دائما وأبداً.